مساء الخير ورحل فجر النهار. غسان طويني عميد الصحافي اللي دخل على البرلمان بعمر 25 سنة واللي ما لحقوا دخل على السياسة حتى فضل انه يبتعد. كان يقول غسان طويني انه تعاطيه مع السياسيين كان سهل جدا بهداك الوقت لانه ببساطة وصل لأعلى المناصب اللي ممكن يوصلها أي أرثوذكسي بلبنان فما بيقدر يقدموا له شيء جديد. منشان هيك قرر استعمال الألم كسلاح بوجه اللاديمقراطية والتزلف السياسي. وليلي ما بيعرف ألم غسان طويني دخلوا على الحبس عدة مرات ونال نصيبه من المكتب الثاني بهيداك الوقت. وأشهر حادث الدخول له على السجن كانت لما سرب بنود اتفاق القاهرة السري. هل شي مرة حدا طرح سؤال شو كان بده غسان طويني من الصحافي؟ هل كان بيقبل غسان طويني انه توصل مؤسساتنا لانعدام ثقة بين الدولة والمواطن؟ هل كان بيقبل ألم غسان طويني انه ما يكتب عن التحكم السلطوي بوتيرة التعاطي مع بعض الملفات لناحية تحريكها أو تجميدها برأيكم؟ هل كان سكت غسان طويني عن طمس الحقيقة عن أي ملف بيوقع بين إيديه؟ هل كان التوقيف من قبل أجهزة أمنية أو نيابات عامة قادر يمنعه من قول الحقيقة مهما كانت صعبة؟ منشان هيك كان اسمه ديك النهار. غسان طويني كان يردد دايماً أنه يجب استعادة الثقة بالقضاء كون القضاء الركيزة الجوهرية لبسط سلطة الدولة. ومن جرأة غسان طويني الله يرحمه وكلماته نستمد روح النضال لنكمل بكل ملف فتحناه ومنرجع لقضية مدرسة عينتورة. شي غريب أنه كل واحد بحب يخبر حقيقته إله وبحب يكذب كذبته إله وبحب يحول برنامجه لمصلحته إله. نحن منحكي الحقيقة مثل ما هي، وإذا حدا كان شاكك أو عم بحاول يشكك رح نطمنه أنه أنت حر موجود بس لكشف الحقيقة، وإلا خلينا نضب غراضنا ونفل على بيوتنا. هلأ بفهم أنه في بعض البرامج نفتح لهم باب لحتى يبينوا من خلال هجومهم على أنت حر، فرسالة أنت حر إلهم هي التالية: هيدا البرنامج بيستوعب كل البرامج، هيدا البرنامج بيستوعب كل الناس من مسؤولين أمنيين من قضاة بلبنان ومن سياسيين، لأنه هالبرنامج هدفه أكبر من الدخول بزواريب صغيرة وأعمق من أنه يتلهى بمواضيع ظهرت حقيقتها وبيناها. هلأ المشكلة الحالية بعد كشف الحقائق الأسبوع الماضي رح نشوفها بهيدا التقرير يلي شاهدتوه على نشرة أخبار الـ MTV ومنرجع نحكي عنه. يبدو أن تداعيات قضية مدرسة عينتورة تتوالى فصولا، وآخر المآثر في هذا الملف محاولة البعض صرف الأنظار عن إنسانية هذه القضية وتحويلها حربا ضد منابر الأعلام الحر. فظهر الخميس تبلغ مقدم ومعد برنامج أنت حر الزميل جو معلوف وجوب الحضور أمام النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على خلفية كشفه محاضر التحقيق المتعلقة بقضية مدرسة عينتورة في حلقة الثلاثاء الماضي. وهنا كانت المفاجأة الأولى. جو معلوف تبلغ بعد انتظار طويل ضرورة العودة صباح الجمعة، وهكذا حصل. توجه جو معلوف برفقة وكيله المحامي جورج الخوري إلى قصر العدل، حيث أبلغتهما مساعدة الرئيس ميرزا بأنه سيتم التحقيق مع جو في قسم المباحث المركزية. وهنا كمنت الفضيحة الكبرى، فبحسب المادة 29 من الفصل التاسع للمرسوم 104/77 مطبوعات كان يقتضي إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وليس الضابط العدلية. نحن مع احترامنا وتقديرنا للأمن الداخلي وللمهام اللي بتقوم فيها كضابط عدلي، ولكن كان يفترض أن يتم تحقيق مع إعلامي من قبل قاضي التحقيق، ونحن عندنا ثقة بالقضاء وكذا، بس كان يفترض أن تراعى أحكام المرسوم الاشتراعي اللي متعلق بالمطبوعات. القضية لم تنتهي بعد، ويوم الاثنين المقبل سيشكل تاريخا مفصليا في مسار الدعوة بعدما أبلغ الزميل معلوف وجوب الحضور مجددا أمام المباحث، وهنا تكررت الخطيئة القانونية مجددا. تم الاستماع لنا اليوم لمدة 6 ساعات تقريبا من الوقت، فنحن نشكر القضاء على استضافته لنا 6 ساعات، أخذنا من وقتهم كتير. أنا برجع برفع راسي باللي عملناه ببرنامج أنت حر، ومقتنع بإجلاء الحقيقة بهذا الموضوع،
رغم بعض المآخذ يلي بيعتبروها بالقانون مش مزبوطة، بس مقابل انه بينا الحقيقة انا فخور جدا بيلي عملته. حاسس انه في نوع من قصاص لإلي، ولكن هيدا الشيء رح يعطيني عزم وقوة أكتر لحتى استمر. وأكبر دليل يلي مبارح صار ببعض وسائل الإعلام وأكد إنه العيال منن 20 يلي عم بيقولوا عنهم إنه في تحرش بمدرسة عنتورة، وبينت الحقيقة مبارح من خلال المحطة اللي أطلقت هيدي الخبرية إنه الحقيقة هي اللي نحن قلناها بالإم تي في، مش كما ذكر بكل وسائل الإعلام. ومقابل الحقيقة منروح على الحبس، ما عندنا مشكل بهذا الملف. مدعي عام التمييز سعيد ميرزا يتخطى أحكام قانون المطبوعات بإحالة الزميل معلوف إلى المباحث، وبالرغم من معرفتنا بكفاءة القاضي ميرزا وحرفيته نتساءل هل من جهة ما تأذت مما ورد في حلقة انت حر ودفعها باتجاه الضغط على القضاء؟ أسئلة برسم الأيام المقبلة. اولا اعتقد بعض الناس، لانه اوقات بتوصل الشغله مش مثل ما نحن بنقولها على الهواء، اعتقد بعض الناس اني دفعت عن الاستاذ يلي اقدم بنوع من التحرش الجنسي ببعض التلاميذ بالمدرسه والفتيات. نحن ما دفعنا ابدا على الاستاذ، ولكن حبينا انه نوصل الجريمه او الغلطه او بحجمها كما هي وعلى قد حجمها، وما حبينا نعظم الامور مثل ما انعمل بعدد من وسائل الاعلام. ونحن بالحلقه الماضيه والتسجيلات موجوده طالبنا بانزال العقوبات فيه حسب ما بحاسب عليها القانون وادخاله الى السجن وانه يتعاقب، ولكن على قد ما عمل، مش مثل ما صوروا وقالوا انه في اغتصاب واكثر من اغتصاب. مثل ما انحكى عن التحقيق، حابب احكي عن قضيه تسميه الاربع بيات يلي صار في عليها جدل. توضيحا، نحن انصدمنا مثل كل الناس اولا لما عرفنا بالموضوع، والصدمة الاكبر كانت عند استلام الوراق والمحاضر اللي وصلوا على الام تي في. حسينا قلبنا كبر ورح نكشف الحقيقة. هيدي الثلاثة الماضي اكيد كان من الممكن اظهار الحقيقة والوصول الى نفس النتيجة دون اظهار الاسماء، وانا اكيد بتفهم وبتفهم خاصة استياء البيات الاربعة، وبعرف انه كان فينا نتجنب هيدا الموضوع ونتجنب التسمية على الهواء، بس الأهم أنه نوضح أنه القصد كان نبيل والقصد كان لكشف الحقيقة. وأنا حكيت على التليفون من بعد الحلقة مع أحد البيات وقال لي أنه قرروا بهيداك الوقت ما يدعوا على الأستاذ والمدرسة، لأنه ما في ضرر على بناتهم لا سمح الله كضرر اغتصاب أو أذية جسدية، فقال لي فضلنا ما ندعي، مما يعني أنه هدف انتحر مش التسمية، وما كان أبدا التسمية، إنما إظهار الحقيقة لمعاقبة الفاعل مين ما كان يكون. هالحقيقة حقيقة أنت حر. بهيدي القضية طلعت برامج عظمت الأمور، وسائل إعلامية وصحفية اخترعت، وانكشف كل واحد على حقيقته بالحلقة الماضية. هلأ لنشرح لكم موضوع التحقيق يلي عم بيصير معي. أنا اليوم عم يتحقق معي بسبب محاضر التحقيق حول قضية عنتورة واللي وصلتنا وكشفناها على الهواء، هودي المحاضر اللي صار فيهم التحقيق مع الأستاذ. بيقدر مارسيل غانم الزميل العزيز انه يطلع يحكي يلي بده اياه عن هيدا الموضوع بهدف انه يرد علينا لحتى يعمل سكوب لبرنامجه، انما للاسف ما تهنى اكثر من 24 ساعه، لانه الفرق انه هون بانتحر منقول الحقيقه والباقي كله بيعمل رده فعل. اعترف الزميل مارسيل بالمعلومات يلي وردت بانتحر الاسبوع الماضي، واعترف بدون ما يعترف علنا على الهوى انه اخترعوا حكي كتير ورعبوا الناس، رعبوا أهالي تلاميذ هالمدرسة العريقة جدا. وأهم شيء اعترف أنه معه محاضر التحقيقات مثلنا، نحن حطينا محاضر ومعنا إياها وهو معه إياها. والسؤال المنطقي من وجهه على الهواء، ليش وسيلة إعلامية مثل الام تي في بده يتحقق معه بقضية محاضر التحقيق، والال بي سي ما حدا بيسألهم من وين جبتوا هالمحاضر؟ مبارح الناس كانت عم توقفني على الطريق وكانوا مستغربين لماذا يستدعى جو معلوف على التحقيق عند الرئيس سعيد ميرزا، والنيابة العامة التمييزية تحركت عدة مرات من أول ما بلشنا انتحر بمواضيع عديدة طرحناها، وبتعرف مناقبية هيدا البرنامج وبتعرف قديش نحن نضاف. أنا ما رح أدعي السلطات والأجهزة القضائية والقضاء بلبنان وأعمل إخبار علني على الهوى للنيابة العامة التمييزية لحتى تتحرك مثل ما تحرك اتجاهنا، لأنه نحن ما منقبل يتحقق مع أي وسيلة إعلامية أو مع أي إعلامي حول مصدر معلوماته. الخميس الماضي طلب الرئيس ميرزا أنه يشوفني بواسطة أحد الضباط يلي اتصل فيي. رحنا بكل قلب مفتوح
فورا دغري اتصلوا فينا وقالونا بعد ساعة الرئيس بده يشوفكم، نزلنا لعنده لأنه بخلفيتنا نحن، بالخلفية نحن نحترم ونجل القضاء لأنه القضاء النزيه يعلو ولا يعلى. فتفاجأنا بعدم الاستقبال وتأجيلنا لليوم التالي لنهار الجمعة من دون ما نعرف ليش. وأنا هون لما ظهرت سألت حالي شو السبب، هل في شأن كتير كبير أو تدخل معين حجب الرئيس ميرزا أنه يلتقي فينا؟ وبذكر بالجريمة يلي ارتكبناها لحتى يعرفوا الناس عن شو عم نحكي. الجريمة يلي عم يتحقق معي فيها هي أنه وصلنا مغلف انفلوب على الام تي في فيه معلومات أثرناها على الهواء، يعني وكأنه عم بيخبرونا أنه ممنوع أنتو كمشاهدين والناس بيوتكم، ممنوع تبعتولنا مشاكلكم، ممنوع تبعتولنا معلومات، ممنوع نحن نفتح هيدي الملفات اللي بتبعتولنا إياها. وللأسف للأسف أول ما بلشنا هيدا البرنامج تركيبته هيك، سبب وجود برنامج أنت حر هو ملفات الناس وقضاياها، ومنتكل على الإخبارات ومنتكل على مصدر المعلومات يلي هن أنتو. ماشي الحال، رجعنا نهار الجمعة الصبح ويا ريتنا ما رجعنا. وصلنا لفوق قالوا لنا تفضلوا لتحت عند المباحث الجنائية. وهون أنا بحب أقول شغلي وخليها تكون واضحة، من المفروض بحسب القانون محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق هن اللي حققوا بهيك موضوع. والسؤال ليش 6 ساعات تحقيق وليش بمبدأ روح وتعا وتعا وروح 14 صفحة تحقيق لسؤال واحد، من وين يا جو معلوف جبت المحضر؟ يا جماعة وصلت نهار التلاتة على الحلقة شفت مغلف على الريسبشن مكتوب عليه حضرة الإعلامي جو معلوف الرجاء إظهار الحقيقة، وهيك وصل المحضر. ولهالسبب عم يتحقق معنا بالنيابة العامة تميزي. الضغط بهيدا الملف واضح جدا، وأنا ما بعتقد أنه سببه المحضر، في محاضر كتير طلعت بعدد من البرامج على الهواء. بعتقد سبب الضغط هو هيدا البرنامج، سبب الضغط هو أنت حر. افصلوا السياسي عن القضاء، روحوا حاسبوا من سرب المحاضر مش اللي استلمها ومش اللي نشرها على الهواء. حاسبوا الإرهاب بلبنان، حاسبوا السرائين اللي كل يوم عم يسرقوا الناس والجريمة عم بتزيد، حاسبوا المجرمين يلي فلتانين بالشوارع. تحقيق خلص و14 صفحة خبرت قصة حياتي، كنت عم عدهم صفحة ورا صفحة، طلعوا 14. وبعدين بكل الأحوال نحن ما عنا شك إنه بعد في قضاة بلبنان عم يفتشوا على الحقيقة، ونحن على كل حال بيجينا ملفات كل يوم عن عدد من القضاة وعن النيابات العامة، ونحن نرفض التعرض للقضاء وللقضاة مش مثل غير برامج، لأنه بدنا نحافظ على سمعة القضاء وعلى هيبته. فإذا بهيدا الملف تبين أنه الخلفية رح تكون غير قانونية رح يكون إلنا موقف، لأنه نحن منحترم القضاء بس ما منخاف منه. جو معلوف وبرنامج أنت حر باقين ومطولين، إنما رجال السياسة بلبنان رجال المال والملايين بيجوا بيروحوا. وإذا كانت جريمتنا كشف ملفات الناس والحقائق، وإذا كان الإصلاح بالقضاء اللبناني يبدأ بتوقيف جو معلوف وأدخاله إلى السجن، أنا جاهز وأنا موجود هون بالأم تي في. الأم تي في للي ما بيعرف العنوان هي بالنقاش، هون بيتي أنا، هون كل الوقت عم كون. وأخيرا قبل ما نبلش بحلقة اليوم كمان وصلنا مغلف تاني على الأم تي في من كم يوم بيتضمن وراء تبين لنا أنه هي قرار ظني رقمه يكتبوه رقمه 185 على 2010 صادر بتاريخ 19/10/2010 عن قاضي تحقيق بيروت نظرت فيه النيابة العامة المالية بتاريخ 20/10/2010 وصل على مدخل الام تي في بمغلف مكتوب عليه حضرة الأستاذ جو معلوف المحترم، إن ملف هذا القرار اختفى من العدلية، وإذا كنت تعتبر نفسك جريء اظهر هذا الملف على الهواء. فأحسن ما نحكي عن هذا الملف ونحطه بالوقت الحالي، ترجعوا تبعتوا ورانا وتقولوا لنا منين اجا هذا الملف. نتمنى من النيابة العامة التمييزية والقاضي سعيد ميرزا اظهار الحق بهذا الملف احقاقا للحق والعدالة وحفاظا على هيبة القضاء. واعتبروها اتمنى تكون اخبار للنيابة العامة التمييزية، اخبار علني على الهواء.
إذن الأوراق اللي وصلونا هني القرار الظني رقمه 185 على 2010 صادر بتاريخ 19/10/2010 عن قاضي تحقيق بيروت، نظرت فيه النيابة العامة المالية بتاريخ 20/10/2010. بدنا نعرف وين صار هيدا الملف.